السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا رهيبين؟ معكم فهد الشيحة، عمران الحازمي. عمران الحازمي اليوم عمران بيوريني لعبة قديمة كنا نلعبها ايام البورد جيم، صح؟ اي كان انت لحقت عليها صح كبورد جيم؟ صراحة لا ما لحقت، انا لحقت عليها اللعبة اسمها لودو ستار، لحقت عليها بس ما لعبتها. ما لعبتها كان ما يخلون اخوان الكبار، ما كانوا يخلون. لا انا كنت العبها. يلا، لها شعبية قوية من قوة ما هي شعبيتها. لها فيلم هندي ترى. اي والله، اللي يلعبها وينهزم ايوه يتحول زومبي. فيلم هندي؟ فيلم هندي يتحول فيلم هندي يتحول الى زومبي اللي ينهزم. صح، طب ما طلعت 6 على طول. والله رهيبين، اللعبه بسيطه وحلوه مجانيه ترى. طبعا نفس الجزء. لا 6-1 تقليد، دائما تقلدني كل حاجه يا اخي. عادي ترى في 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 فيلم بينزلونه ونزلوه حق تترس، 3 أجزاء بينزل منه بعد. يا لطيف. الحين اللعبه مره بسيطه، مره بسيطه. بنشرح لكم اياها واحنا بنلعب، نتحدى فهد. دوبنا لعبنا الجيم واحد وفزت على فهد. الحين فهد بيحاول انه يسوي لي ريفنج. انتقام. يس. فاللعبه جدا بسيطه بس يحتاج لها شويه ذكاء ويحتاج لها مره حظ كثير. مره اكثر شيء الحظ. حظ كثير. قاعد اغش منك ترى. غش. انا عندي طالع. ايش تغش؟ اوكي. يلا طلع خويك. طلع هذا وبعدين اخليه هذا بالبيت. طيب عندك النرد تقطه، اذا جاء رقم 6 او لازم يجي رقم 6 عشان تقدر تطلع واحد من بيته من اخوياك. اي. فبعدين تقدر تمشيهم. وايش راح نقاط السيف؟ السيف عندك الاماكن اللي فيها خريطه العالم، وايضا النجمه اذا وقفت فيها ما حد يقدر ياكلك او يدعسك او يطيرك البيت. فايضا في طريقه ثانيه انك تخليه زي الحين، انا دخلت الاحمر حقي في مكان السيف، الحين ما يقدر فاجئ يسوي لي شيء. ولا انت ما تقدر، انا دخلته بالسيف. طيب نشوف الحين في المستقبل. الشيء الثاني، اذا حطيت لاعبين يعني كوينزين من اللعيبه حقتكم مع بعض او 3 برضه يعتبر سيف هذا. يعني عندي 2، انا خليني اطلع بعض. انا انتظرك بس تعديني. والله انتظرك. يلا انا احتريك بهذا الشيء. لا انا بلحكر انحاش. يا انك تنحاش من اللي فوق. انحاش والله. جاك 1 6. اوه يا لطيف. دي الحين احسب لك اياها. 3 طلع 2 اول 6. لا لا 7 8 9 10. والله سيف انت، بس خليني اقرب شويه منك. بس اقرب شويه. الله يحتاج 5. لا 4 4 يحتاج. طيب طلع واحد. ايوه. لوك خليني اطلع قدامك. خليني اطلع قدامك. المهم اني سيف، مكان سيف. بس خلينا نتكلم عن اهم شيء. اللعبه دي ما لعبناها وسنا عنها فيديو، الا شهرتها مره طايره. يعني فتره انا تورطت يا رجال. انا رحت والله تورطت. رحت مستشفى الرياض موعد، نفس السستر قاعد تكتب لي الاغراض على الفاتوره مدري ايش هذه، قاعد تلعب لودو ستار وتكتب. انا شو قاعد تلعب لعبه ما فهمت ايش هي، بس طلعت هذه اللعبه لودو ستار. لا 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 فيها شهره ما هي بصاحي. والله صراحه زعلت عليها بس الحين ما الومها صراحه. اللعبه شكلها يلا عديني. لا يا عمي ايش سوي؟ عديني تكفى، لا تخليه يسوي اوتو. يا سلام عليك بطل. تبغى واحد؟ ما جاك الواحد. الحمد لله. اوكي خلينا نخلي سيف. الحين حطيت 2 فوق بعض، الحين ما اقدر اسوي شيء. هي كذا. اي اذا سويت، اذا حطيت 2 و3 و4 خلاص سيف يعتبر. يعني الحين لو تيجي فوقي ما يصير ولا حاجه. سكر. لازم كمان تجيب نفس العدد اللي هو في مكانه، يعني لو تعديه ما يصير شيء. التشانس هناك الله اكبر. اوكي اشوف 6. الحين طلع خويك. طيب اطلع خوي بس ماني عارف ايش اسوي. بطردك باثنين، يصير الحين عندي فرصه اكبر. يعني احتاج 3 او 2. والله شرد، والله شرد شرد. بتطلع ولا تشرد؟ طلع واحد. ليه كنت تقدر تشرد؟ او دخل سيف. اي والله صادق. والله صح صح يا فنان. قاعد امشيهم بالقطار حبه حبه. قاعد افتهم. جاي دورك، جاي دورك. ما عليك لسه. والله كلهم سيف انا عندي. اشرد سيف بعد يا ولد. كلهم سيف. يلا يا سلام. 6 2. والله لحق بس. لا والله بصراحة ادمنت عليها عشان عندي الشباب اللي معايا كلهم قاعد يلعبونها ماني فاهم ولا شيء. دخلت معاهم انبسطت، ادمنت عليها بسرعة اللعبة. إيه. يا اخي حلو ديزاينها بسيط. اي حلو بسيطة، فكرتها بسيطة مرة. يمديك تلعب مع اي احد، مع اصحابك 2 ضد 2، 4 ضد، كل واحد لحاله. صوته رهيب. يلا بلحقك. شو كم واحد منتظرني وراي عند الاصفر؟ والله ملحقني. لا لا لك لا لا عندك واحد تقدر تدخل فيه. ايه دخلته صح. 4. تعال تعال ما حلا دي استنى. لا يا حبيبي والله ماني عارف ايش اسوي. والله هي اوه ايش صار؟ اما ايش الغش ذا؟ تعال تعال هروب كذا. الله هروب. والله هروب. كفو كفو كفو. قول لي كم جاك؟
دقيقه انا بسمع السته ذي جاء إيه؟ واحد اوكي تمام الحين متوهق شوفوا الاخير مو قادر اطلعه انا لازم اجيب سته لازم لك. اوه نايس جاء سته لسه ام طلعته طب ليه ما لحقتني دي استنى ثلاثه سته والله كنت تقدر تصقعني والله والله كنت تقدر تصقعني ثاني مره ترى تغلط فيها دي من جد ما احسب انا صح مو مشكله تتحمس انت يوم تشوف السته على طول تطلع البيت مو مشكله اه لا ادري ما تكلمت لا واحد اثنين ثلاث اتوقع انك تعدين ست واحد اي عديك تعدين لكن جيب اللي في البيت عندك احسن تحرك هذا ايوه ما ادري والله او تنتظروا عشان اخذ اللفه انا خله كذا وذا يوصل يجي كوك 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 خمسه كويس شيف الحين هو هنا الحين انا دخلت جوا البيت لازم اجيب ثلاثة عشان يوصل احمر لازم ثلاثة او اني فرضا اجيب واحد 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 او فرضا اثنين واحد يعني لازم يكون الرقم صح عشان تدخله جوا دفيته بالقطار عندي واحد يلا. سيف لسه ما باقي لك مشوار خمسة هرب مين هرب هذا عشان اغصبك انك تجري وراه تعال 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 الحق تصبني بشيء بابا انا عندي خير هنا الحمد لله يا ذكي كنت تقدر تنتفني ليه والله شوف ها خمسة والله تقدر تنتفني انا مشكلتي ما عد رياضيات انسى ميح اوكي خلينا اهرب والله حظك مشي معاك والله كان يديني انتف اوكي مشكله خلينا انتف هذا الورا شردوا شردوا كم جاء خمسة والله شرد والله شرد والله شرد على طول ستة لا تقول لي فاز شو كذا؟ لا والله بس اروح قدام ادوك مشكله اروح على السيف بتسوي الحين ايش بتسوي؟ الحين لازم تمشي قدام ما فيها سيف يا الله اوكي حلو ها اوكي واحد ايه هنا من جد النكبت هنا مره النكبت اذا جاني واحد هو بياكل تبه صح؟ ايه وانا عارف انه هيجي واحد هيضيع لا ثلاثه اوكي لازم تطلع فوق واحد لازم اوكي اوكي كلنا متوهقين ترى كلنا متوهقين اوكي واحد يجي اوكي ثلاثة يلا روح ستة كويس الحمد لله ما تقدر تجيب ابغى خمس مرة بعيدين حتى لو تجيب واحد من ورا بعيدين شرد هذا شرد شرد احسن كوك 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 ليه الارقام البسيطه هذه ايوه كويس ما جات له سته ممتاز لا ليه حرك هذا ايوه الحق واضح حق حق انا بشرد بشرد وراك يا سلام الهروب اخص كبير رد ثاني وراح و... الله كويس هربت 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 ايوه الله 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 بس بس كفايه كفايه ايش هذا النحوس اللي ملحم انت خلاص دخلت دخلت ايه. كويس اربعة اوكي سيف يلا الحين قدام 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 يا فهد قدام يا فهد ابشر قدام ابشر قدام كل 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 فلومي والله مره بعيد يا شيخ ما دام عند الباب خلينا نتهور عند الباب حتى لو انصقع فرضا دخل جوا دخلت لا اربع 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 كويس يلا شوف هذا اوكي ما حتشرب تعال 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 شرده مو سيف اوكي ست عديتني والله لازم اشرد هذا سيف كذا مره واضح مره تمام ممتاز طيب يلا الظاهر انكم فهمت اللعبه مره بسيطه بس تحتاج شويه ذكاء وشويه تركيز عشان لا تكن فاهيا مثلي كن تعطينا مثل عمران اوكي هروب ثاني هروب ثاني اوه دي سنة عندي حق التسجيل هذا طفشني سته اهرب 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 الله الله جاك ستة تردي لا صور واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست ستة يا راجل
حاجه اللعبه دي ما فيها فن ما فيها فن يا شيخ كلها حظ. انت لو ما صرختي ما عرفت. يا الله والله غلطه بايخه. ليه تصرخ انت؟ جت في نفسك بعيد. تراني فاهي مره. انا جني حفظتها 6 و5 جايتني وانا كنت واقف معاك فانا حافظها. ايش ايش السالفه؟ صرخت لا في شيء. كويس والله قلت لي شرد ممكن هذا نطلعه والله طلع على طول كويس بلحقك بلحقك والله قبل ما تخش البيت حقك حيجيبك ان شاء الله سيفه سيف شوف دحين ما دام انك في خطر لا تطلعه الا اذا وصل فوق يعني ايوه يعني ايه. اربعه وفوق تطلع عشان يخش في السيف منطق هذه منطق ايه. اوكي صح عليه برضو على الحق تعال الحقني زي ما تبي شرد وانت ما عندك ولا شيء هنا ما انت خايف من احد يس رو واحد شبخه فيها واحد تفيدني فاضي خش يا ابن حلال ما ادري ايش معلق الجوال زايد ايه معلق ذاك ها قال امس ورطت معاه حياك عمره تفضل تخيل لما تلعب مع التيم تقدر تنتف خويك ليش ما ادري عنه بلاها قوم البوكس بعدين والله امس والله ندفت خويه بالغلط والله بالغلط جاك لا تخاف جاك العلم اهرب يا خواف اهرب لا تسمح لك كذا برضو ما عليك في 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 تقرب والله أيوة. شرد ايوه والله يا شرد 10 روح 10 زياده كويس زين انا راضي فيها الحمد لله دحين لسه باقي لك واحد جالس عند الباب حقي منتظرك خلاص الحين كذا انقذته الله اكبر صح؟ آه صحيح ايه ايه حركه ابى افقع اي والله بجلس منتظرك ما في حالي تمشي بدل زين كويس تخيل يجيك واحد توقف كذا تعند اشوف واحد جاء اربعه اوكي دخلوا على طول اكيد الهروب الكبير 5 ما يبغى له تفكير على طول حري كلهم سيف ترى كلهم الاثنين سيف ما في حد هنا فوق ما في احد خلاص انا لما يجي اللفه ذي اخش في الاحمر ما حد اثنين اي صح ايه. خلاص خدام في هذا الشيء مو مشكله اهرب يعني أنا بس أعدي الحبتين دي أوكي خلاص عديت الحبتين إلا إذا ما جتني واحد الله أكبر خلاص أنا دحين مرة اثنين حقوني ما حد يقدر يشوفهم عشان عديت الباب حقك ما عندك أحد أدرس والله ممكن ترى ممكن الله شرد الله يحط رجوله الحق الله يحط رجوله مشكلة الرباعي تطول مرة تطول ايه وش الرباعي يعني؟ يعني اربع لعيب يلعبون والله شكله طول مرة يطول وكلها ذبحات ولا احلى شيء لما تكون كل واحد لحاله يبدا خيانات وصداقة وخيانات وصداقة هذا والله قريب ممكن تفوز ترى في امل ترى عشان في النهاية هنا في تعليق تصير والله فاهي الحين يلا كيف نجرب لازم نشرب الذاكرة ايه شرب مو لازم بس تمشي يعني هو يمشي بنفسه ما سوى شيء اي غلط لانه ليش ما جاء اذا ما جاك فرضا ثلاثة تحتاج لا اثنين ولا اربعة خلاص يمشي على طول اوتوماتيك اوكي فهمت مشي بسرعة روح ادعس الله اكبر الله اكبر لا على تبن الله اكبر اي ستة افوز في هذا على فكرة لو جات لك ستة لو جات 6-6-6 ينحرق لعبك على طول يكنسل يروح للاعب الثاني نكبت بالواحد ايش بمجبع هذولي انا نكبت بالواحد نكبنا بالواحد يا عم بس على الاقل انت تقدر تحرك لو ما جاك واحد تحرك هذا يلا والله شكل والله حرام اوكي 6-6 الله تكمل من هذا مره ثانيه العب وتكمل ثاني لا هاتريك لا ما شاء الله يا ولد يا لا 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 على واحد الحين كلنا ثابتين على واحد اي شوف بسم الله هذا هي لا اصبر شو الخمسه دي اربعه يا ولد اصبر والله شكله انه حاسه
الحمد لله. كايجي واحد بس. واحد ما يجي له. المفروض ما يجي له يا ابو عون. انا احتاج اكثر منه. انا احتاج. انا عندي اثنين برا. يس استاهل. كويس كويس. يلا الحين واحد ايه. بعدين الفاصلة نلعبها مو مشكلة. المهم هذه ستار لودو. ايش اسمها؟ لودو ستار. لعبة جميلة جدا تستاهل ان الواحد يجربها. تلقوها على الايفون وعلى اندرويد موجودة في. والله عجبتني حلوة صراحة مرة. ترى ادمان انتبه منها. لعبة مجانية طبعا لكن طبعا فيها ترانزكشن. تدفع فلوس تاخذ جيمز. الجيمز هذه تفيدك انك تسوي ريلور ريرول القطة حقتك. تقعد تقتل النرد مرة ثانية. فرضا جات لك رمية ما تبغاها. فرضا جات واحد ولا اثنين ولا ثلاثة تسوي لها مرة ثانية بس تعتبر غش. هذا اللي يهرني في اللعبة بصراحة. طبعا اللعبة تلعب اونلاين مع كل الاشخاص اللي عندك بالفيسبوك صح؟ في الفيسبوك يمديك تسوي تسجل حساب الفيسبوك واي واحد عندك في الفرند في الفيسبوك. او ايضا يمديك تسوي حساب من اللعبة نفسها كجست وتضيف ارقام اخويانك. فهذه هي كل شيء ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. وهذه لودو ستار. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم عمران الحازمي وفهد الشيخ. نشوفكم على ألف خير. مع السلامة. مع السلامة. ياه. فقعت وجهك والله جامد.